الله الله الله، شف شف شف، ها ايش رايك؟ شغل فنادق، شغل فنادق، شغل فخم. شغل ايش؟ شغل فخم. شفاك اول زبون. اللي قبل الصبح يا. لا طبعا اول ما يفتح الباب هو واقف اخر ربه لحم بحالي خالك. انا جاي ابو سهران، انا مش الساعه 6 الصبح. طيب حقك يا ابو الهين، ساكن هنا؟ اي ساكن هنا. حقك الفطور، حقك حقك حقك، تفضل. خصوصا لما فطور زي هذا ما يمر عليكم في البيت، فحقك. والله تعاتب، والله تعاتب. قلع سم سم. تفضل. ان شاء الله فطورهم فول فول ثاني. طبعا ذا فاضي، هذا طبعا بيض. سلام سلام على الشرح الوافي الكيف، ما واضح انه بيض يا بيه. هذا وش ما ادري وشو، بطاطس ما ادري وشو، ذره. حبيبي مو في مطبخ بيتكم يا ابوي، مو بش دور امك ذولي. خف علينا شوي، ناخذ فكره يا عم. ايش تاخذ فكره يا حبيبي؟ تبي الشحن خذ وبعدين خف شوي يا عم. فضحكتني، انا بخف شوي. شنو بضحك؟ انا حبيبي هذا فطوري، خلينا شيء نفطر بيه. حبيبي هذا تبي خذ يا ابوي، هذا فطوري ترى. قرفة الدنيا، وين قرفعت الدنيا يا ابوي؟ اول شيء ما حط، خلاص حط لك نوعين ترى فطور. بطنك يشكي يا ابوي من كثر. شنو اللحاف طانا؟ شنو اللحاف؟ شنو اللحاف؟ ايه الاسراف اللي انت فيه ده يا اخي؟ اشو مو من بيت ابوك. ماشي يا عم، تفضل يا ابوي، تفضل يا ابوي، تفضل يا ابوي. يلا نكمل. يلا ما شاء الله، نجي حق الصحي، عليك بالصحي. ما شاء الله ما شاء الله. شغل نضيف، شغل نضيف. ما شاء الله. بالعافية بالعافية. حبيبي حبيبي. لحم ودجاج وبيض وبطاطس. لازم ناخذ فكرة عن الليلة كلها. حقك، ما دام انك ساكن هنا؟ ساكن هنا يابا. اخذ حق. مش ده المنطق بتاعك؟ انا برضه ما هو لازم اخذ فكرة. اي حقي جبت خط حق اللي ساكنين في الفندق كلهم. ما اعرف الدنيا فيها ايه، نشوف. بالعافيه حبيبي بالعافيه. ما شاء الله. باقي شيء ما اخذت تبعات. لاحظ ان هذا وجبه الفطور. يعني هو هذه الليله كلها اللي افتتاحيه. اللي هي نفطر بقى ولا في الوضع يعني؟ افطر حبيبي افطر. بسم الله بسم الله. ما شاء الله. باقي خبز. صباح الخير. وين جبوري؟ ماشي. وين ماشي؟ حسن. اوف ليش؟ بعد وليش تسأل ليش بعد؟ ليش بعد عمري صاير؟ واللي سويته امس شلون يعني؟ اللي سويته امس تزعل امس، مو باليوم تزعل بعد عمري. انت تو تشتغل هرمون الكرامة عندك؟ لا يشتغل، لكن امس ما حصلت حج. حصلت دقيقة واحدة اليوم. طيب قطار ديانا سطحه يا ابوي، دبر عمرك. لا وانا اجي طيران ارجع بسطحه ولا ديانا؟ ها هذا اللي ناظر. هذا الزعلان ما ياجل زعله لليوم ثاني ولا لا؟ يحجز السينما ويقعد. لا يا جابر لا تروح. يا جابر يا جاسم. يا جاسم يا جبوري. سيبك مني يابا، سيبك من الفيلم اللي هو عامله ده. الوليه اتصلت عليه وقال لها الحين انزل الحصر، وكان وشه محمر. سيبك من الفيلم الدراما اللي كان زوجته مسفله فيه، قالت له انزل. كان جاي لحد هنا. حاضر 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 كده. يا والله ان القلب لا يحزن لرحيلك يا جابر يا جابر. ما تسيبنيش يا جابر، ما تسيبني، تسيبني ورايح فين؟ ما عليه يا عمر ها تنزل وياه تصلح الوضع. لا اسمع جابر، ما حاجه في الطريق. هو بينزل عشان دوامه بس انت انا طالبك تجلس. لا ما نبقى. تكفى يا جابر. انا ما جالس خلاص. كل ما تشك وتهز الرجاجي. وانت انت رجال انت تهزك هيك. بس انا طالبك يا جابر. لا لا تطلبني بمشي بمشي انا. لا لا يا جابر. ماشي ماشي. لا عاد يا جابر. لا فاذني ماي بقى. لا لا يا جابر تكفى عاد اجلس معانا يا جابر. تكفى يا جابر. انت وجهك شو مغسول ابه انت وجهك؟ ها يا جابر ما تسدنيش يا جابر. انت ما عندك كرامه. مالي علاقه، انا مالي علاقه. ابو دحيم هو اللي متكفل في الموضوع. ابو دحيم
انت وياه اثنينكم. انت شفتني انا سويت شيء. بس من ذي فكرته؟ من اللي جايب الحراره ويا ابو حكه ويا الفلفل؟ انا جايبه محتيار. ما ابو امك يا الظالم، مليون يا الظالم. ما في قلبك رحمه؟ ما تقول ارحم خويي. ايش في ذا قام يتكلم بث الرجه؟ اذا المفروض الكلام ده امس ما في مجال، لانه ما في حاج. عشان اذا جيت وطقيتك ورنيتك رن، امشي بالطياره عندي حاج. الحين على المكان شلون؟ يا جاسم داسم، يا جاسم عادي جبوري. قلنا لك ما انك جالس. طيب حاول فم فطوم تخليك اليوم بس. ما تتدخل وياي يا مرتي، ولا تطيح بعد، ولا لا ما لك شغل. هذا انا حذر. والتمس ولا خلك معاهم بعد. خلك معاهم يا جبوري يا جابر. خلك معاك يا جابر. يا جابر والله ان القلب احسن لان اللي رحيلك. اتحلم فيك وانا نايم. يا جابر طلقني يا جابر. يقدر يتكلم وليد. يلا انقلع داخل انت. يلا ما شاء الله ما شاء الله. هذا الغداء على شرف اخو صالح. اخو صالح مشرفنا اليوم، قلنا نقوم بالواجب، سوي له عزومته ونكد عليه ونصرف عليه ونوجبه. اللي عزومته هم اللي نصرف عليه. انا اللي شري الغداء. اخو قام بالواجب، قام عشان يكرم اخوه. اخوه طبعا مغيم في جده، الله فيه. اخو جده ترى ما حول احد، مقطوع مشجره ومسكين. لا حبيبي مقطوع مشجره، شنو مقطوع مشجره؟ عشان يهتمون فيه. اخوي ترى عشان يهتمون فيه. الله فيه يا جماعه الخير، ترى رجال حالته حاله. انت غدا ما تعشى وانت غصيم عليه.